نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. مساء الخير لكل الناس ولكل المشاهدين اللي يتابعونا دائما وابدا عبر برنامج رمضان كذا. اليوم لنا لقاء جديد معاكم ومع سلوك جديد، وسلوك اليوم نقطة محورية في حياة كل إنسان غفلوا عنه كثير وما أعطوش قيمة، والناس اللي حاسة بقيمة هذا الشيء هم اللي فقدوه، وللأسف ما تنذكر الشمس إلا بعد المغيب. عشان كذا نحب نذكركم اليوم بأهمية الشمس، والشمس لسه موجودة عشان تتدفوا فيها تقتل لكم البكتيريا، تتدفوا بحنانها وتتدفوا بطيبة قلبها. الموضوع اللي احنا نتكلم عليها اليوم هو البر، موضوع أساسي في حياة أي إنسان وأي شخص ما زال أبوه وأمه على قيد الحياة. لا مش كذا، ما زالوا على قيد الحياة وحتى لو توفوا. كيف حتى لو توفوا؟ بنعرف أكيد خلال حلقة اليوم. لو أجينا نشوف الواقع اللي إحنا عايشين فيه بنلاقي إنه كثير من الناس أصبحت ما تعطيش للموضوع ده أهمية لا قليلة ولا كثيرة. لو أجينا نشوف المعنى الأساسي لكلمة البر يعني الإحسان. المعنى ده له معاني كثيرة ومتعددة بقدر أهميته. نقدر نقول إنه المعنى الأساسي لكلمة البر معناها الإحسان، والبر بتعريف آخر اللي هو ضد العقوق. ونشيش نذكر اليوم موضوع العقوق عشان ما ندخلش في دوامة ملهاش آخر، خلينا على البر أحسن عشان رمضان كذا. وعشان كذا يعني بر، تبر أبوك وأمك يعني إيش؟ يعني تكون محسن إليهم. كيف أحسن إليهم؟ قول وفعل وعمل، وكل واحدة من هذه الثلاث الأشياء تكمل الأخرى. عشان كذا مهم جداً إنك تركز على الأشياء اللي ما تزعلهمش، ما تخليهمش يصيحوا، ما تغضبهمش، ما تخليهمش شايلين داخلهم عليك بقلبك وساكتين، لأن كل الأشياء هذه بقدر ما تأثر فيهم بقدر ما تأثر بأجرك عند الله. نعرف بشكل أو بآخر الإنسان لما يكون عايش مع أسرته، ونحدد إذا كان هذا الشخص بار بوالديه ولا لا. بتلاقي مظاهر كثيرة تبان على هذا الشخص. في ناس يحبوا يتذللوا لأبوهم وأمهم، يحبوا يعيشوا شعور الذل مع أبوهم وأمهم، وهذه ظاهرة حلوة إن أنت تتذلل لهم. ليش؟ لطاعة الله. تحس إنه أنت أصغر حاجة في الكون قدام رضاهم عليك، وإنه أنت أصغر مخلوق بقلبك وبكلامك وبلسانك وبجوارحك أمامهم. الشيء الثاني إنك تحسن لهم بالقول والفعل. فلان أعمل حاجة فلان، طيب فيك الساعة، مش فلان أعمل حاجة، ساعة ساعتين ثلاث اليوم الثاني، والحاجة دي عادة ما حصلتش. صحيح في بعض الأشخاص ينسوا، والإنسان من النسيان، هذا ما عليهمش حقة، لكن لو الموضوع تكرر وأصبح عادة هنا المشكلة. يبقى عليك إنك تراجع حساباتك مع والديك. الشيء الثاني عدم الإهانة. أحياناً في ناس
آبائهم يكونوا كبار في السن، ما يسمعوش، سمعهم خفيف، حركتهم بطيئة، وعينك ما تشوف إلا النور. صوته لما يتكلم مع أبوه كأنه يتكلم مع واحد في ثاني ابتدائي، يعلى ذاك الصوت بطريقة حادة بشكل يفقع. غير كذا إن في بعض الناس للأسف بالرغم من إنه أمه وأبوه إلا إنه يمن عليهم. في حد يمن على أبوه وأمه؟ أيوة يمن عليهم. متى؟ بالذات لو الأب والأم كبار في السن، وفي بعض الأشخاص يعني يعملوا لآبائهم وأمهاتهم أشياء عجزوهم عن إنهم يسووها، مثلاً لو الواحد مقعد، لو الواحد سمعه ثقيل أو ما يسمعش، فيجلس الابن مثلاً يكتب له دائماً، أو تجلس مثلاً البنت تأخذ أمه وتلبسه وتعمل له أي حاجة وهي مثلاً مش قادرة ومقعدة، في يوم من الأيام أمه تزعل أو تتضايق أو تصبح فتقول لبنته ولا تطيب القلب ولا تعمل حاجة تبرد القلب. هنا تعالوا شوفوا سلسلة الراديو اللي تفتتح. أنا ما عملش، أنا ما سويش، أنا كل حاجة مني ما تعجبش، أني وأني وأني وأني. أنت بالأول والأخير تعمل هذا الشيء ليش؟ عشان تتقرب لله وعشان تلاقي منزلة مرتفعة بدعوة من الوالدين. ما تعملش هذا الشيء عشان ترجع تقول والله أنا أفعل وأسوي وأترك عشانكم. في الأول والأخير هذا واجبك. حيا عبد الله، كيف حالك؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ كيف أمورك؟ والله الحمد لله. بعد اني اولد بنفسك مستعجل، ما بالله شيء يصير انفع الوالد، اصير ما يشتي، اصير انفع بسرعه وارجع. احمد الله واشكرنا عاد ابوك وامك عايشين. ليش انت ابوك متوفي؟ ابي وامي قد توفوا. ابوك وامك اللي قد توفوا الله يرحمهم. احمد الله ان عاد موجود وتقدر تخدمه وتبره وتطيعه وتعلق كل شيء. وانت قدرت تبر ابوك وامك حتى لو هم ميتين؟ يعني اسال القبر اقول يا ابتي جاي خدمك شفعك شفعك. لا لا مش هكذا، انت سمعت الحديث ايش قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يعني الان تقدر تدعي لابوك ولامك، تصير للقبر تدعي لهم، تدعي لهم في صلاتك، تدعي لهم في اي وقت، ودعاك ان شاء الله حيوصل لهم. الله يعني ادعي لي في اي وقت توصل له؟ الله يرحم ابوك ويحفظ لي ابي. يلا اي خدمات؟ الله يلا في امان الله. اخرتك انا أسأل. الله يرضى عليك، في امان الله. يلا مع السلامه. الكارثة الكبرى والطامة العظيمة، أوف، دي موجودة في القرآن: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طب ليش لا أف؟ لأنه ما فيش كلمة في الكون ممكن تكون أقل من حرفين. تخيل لما الحرفين هذول يكونوا منهيين وانت مش بس اوف. تعال شوف داخلتك بعدين الكلمات الثانية اللي تيجي تجلس تهادر في بنفسك وتعتقد انهم ما يسمعوكش. في بعض الناس للأسف تعمل كل الأشياء الحلوة مع أهله، مع صحباته، مع أصحابه، مع جيرانه، مع زملائه في العمل. لما تيجي تقول لهم طب أمك وأبوك، استحي تستحي تستحي تدخل تبوس يد أمك ولا تبوس راس أبوك؟ تستحي تصحي الصباح تحضن أمك ولا تحضن أبوك؟ تستحي تقوم من النوم تروح لعند أمك تبوس يداته؟ تستحي تروح لعند أبوك تقول له أوه يا با أنت أحسن رجال في الكون، أنت أعظم إنسان، والله أنا أحبك يا أبي؟ تستحي؟ طب ليش الأشياء الثانية ما تستحي بيش؟ لو أنت تكلم صاحبتك ولا تكلم خطيبتك، تعالوا شوفوا شعر الغزل: لو أنت تحب مرتك وتشتيها تعمل لك أكلة حلوة، تعالوا شوفوا على كلمات وعلى لسان حالي بيخرج. لكن أنك تقول لأمك أو أبوك عيب. محتاجين نراجع الموضوع شوية، صح؟
عشان كذا حلقة اليوم نوجه فيها رسائل لآبائنا والأمهاتنا، ونقول لهم إحنا نحبكم بقدر الكون. طاقم العمل كله يوجه لأمه ولأبوه نفس الرسالة، ونقول لهم أنتوا أشخاص ما بتتكرروش في الحياة أبداً، ربنا يديمكم علينا نعمة لا تزال أبداً. مشاهدين الكرام، كل شخص يتابعنا اليوم يحاول يخلص الحلقة ويروح يبوس يد أمه ولا راس أبوه ويقول لهم أنتوا أجمل هدية في هذه الحياة. وصلنا معاكم إلى نهاية هذه الحلقة، ولنا أمل بلقاء جديد بكرة بإذن الله على نفس الموعد ومع سلوك آخر، ورمضان دائماً بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك، نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا، نخلي الفرحة تسود. ما دامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود.